يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين مشروعية دعاء نوح عليه السلام على قومه وبين اعتذاره يوم القيامة عن الشفاعة لكونه قد دعا على قومه؟ نعم، يقول كيف يجمع بين مشروعية دعاء نوح عليه السلام على قومه وبين اعتذاره يوم القيامة عن الشفاعة لكونه قد دعا على قومه؟ يعني لم يصبر عليهم. نعم.